2017 كنت انا بصور صحابي في الايفنتس بتاعتهم، انا اصلا مصوره بس ما كنتش متخصصه في نيو كورن. ابتديت صحابي يقولوا لي طب رشحوا لي ناس معاهم، ناس صحابهم تانيين. مع الوقت البيج بتاعتي كبرت، ابتدى يكلموني ناس في عيد ميلاد او صغار طفل لسه مولود. مش عارفة هو، بس انا كان كل الناس بتقولي ان انتي تصويرك في الاطفال احسن من تصوير الايفنتس والويدنج والحاجات العادية دي. وانا كنت بحس بحاجة كده وانا بصور الاطفال، ان انا اوريدي بحب الاطفال، فكنت مبسوطة اكتر، كنت حاسة ان انا بعمل حاجة انا فرحانة بيها. بس كانت في الفترة دي تصوير النيو بورن مش موجود او مش معروف في مصر، يعني انا بصراحة ما كنتش اعرف في الوقت ده هل في حد بيصور نيو بورن ديكورات ولا لا. جيت بعد كده كنت بشوف الصور بتاعت الاجانب كلها الامريكان، وبيبقى بديكورات وحاجات لطيفة اللي احنا كنا بنعملها خلفيات للموبايل وخلفيات لللابتوب، فكان نفسي اعمل ده. بس انا كنت في البداية خالص كان عندي مشكلة، انا مش عارفة اوصل لحد يعمل لي الحاجة زي ما انا عايزاها. يعني كل ما اكلم حد اقول انا عايزة مثلا الطقم ده يعمل يديني سعر خرافي، يعني انا عارفة ان الحاجة دي هتكلف 50 جنيه، فليه ادفع فيها 500 جنيه؟ ما كان بالنسبة لي حاجات مش منطقية، لان كمان في مصر مفيش حد بيشتغل الحاجات دي كشغل، يعني بيشتغل الديكورات دي بيعملها كشغل. كل اللي يعني مثلا انت بتروح لنجار يعمل لك ده، مفيش حد بيبيع حاجات النيو بورن بره مصر. ده مش ده الحال بره مصر، في اماكن مخصصه، بيجز معروفه، مواقع هي مخصصه ان هي بتبيع البروبس بتاعت النيو بورن، سواء ازياء او ديكورات او حاجه. واكتريه المصورين في مصر بيجيبوا حاجات من بره، يعني مفيش حد بيجيب حاجه من هنا. يعني احنا في حاجات بنشتريها من بره سواء ديكورات او ازياء بنطلع نجيبها من بره. فانا كان بالنسبه لي انا في حاجات انا بحب اعملها، كنت حاسه ان في حاجات ما حدش هيعرف يعملها لي بالشكل اللي انا عايزاه، يعني ما حدش هيتخيلها زي ما انا عايزاها. انت فاهماني؟ يعني انا عايزه دلوقتي اعمل حاجه فما حدش هيعرف ينفذها بالشكل اللي جوه دماغي، فكنت بعملها لان انا بحب، يعني بعرف اعمل حاجات فابتديت اعملها. الحاجات الصوف، الجزره، الطواقي، كوفيات، في مثلا مفارش بتبقى زي فرق كده بعملها بايدي برضو، في زينه مثلا للديكور، الحاجات الخفيفه انا بعرف اعملها فبعملها، لان بتبقى بالنسبه لي ممتعه وانا بعملها، وببقى فرحانه لما بشوف الموميز عجباهم شكلها، فكره ان انا اللي عاملاها بنفسي وهم مبهورين بيها ان انا اللي عاملاها، فبتبقى عاجبيني. يعني مثلا احنا عندنا طقم سنو وايت، انا عامله جيب وعامله له توب وطاقيه، هو مش شكل سنو وايت المتعارف عليه، ولكن هي سورتات حمراء وتوب ازرق وجيب صفراء، فبقى اللي بيشوفه عارف ان سنو وايت، بس هي مش نفس الطقم اللي ممكن يكون فيه مصور تاني مثلا عنده زي سنو وايت الطقم المعروف الشكل، بس لا انا حبيت ان انا يبقى عندي سنو وايت بس بشكل بتاعي انا. بصراحه انا مش شايفه ان مهنه التصوير صعبه على الستات، بالعكس احنا عندنا مصورات حروب، مش عندنا في مصر، مش بره، عندنا مصورات يعني كبار جدا هنا في مصر، مش بس نيو بورن، لا مصورات نيوز، ناس كبيره، وانتي كصحفيه اكيد عارفه مصورات كبار بينزلوا الشارع في احداث كتير. لا بالعكس، في نيو بورن لا، بتهيألي بتفرق بشكل ايجابي اكتر، يعني تعامل ام مع طفل غير تعامل راجل مع طفل، الخلق بيختلف. يعني انتي عندك في البيت جوزك مش هيبقى ليه خلق يقعد مع الولاد زي ما انتي ليكي خلق تقعدي معاه. العنصريه دي مشكله كبيره طبعا، انت بس مش دايما انت بتتعاملي مع حد هو رافض كون ان انت تشتغلي مجرد انت ست. في نيو بورن بس هي بتبقى ازمه ان انت رايحه مكان غريب بالنسبه لك، داخله عند ناس ما تعرفيهمش، فبتبقي رافض في قلق. بس هي في الوضع الحالي في الحياه هو القلق هيجي سواء على راجل ولا ست، يعني اي حد هيبقى خايف ان هو يتعرض لاي حادثه او حاجه.